ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة استشارة مهمة جدا، هنتكلم معاكم فيها عن آلام الرقبة والكتف. تقريبا مفيش حد عندنا ما تعرضش لآلام ومشاكل الرقبة، سواء كانت أعراض خفيفة أو متوسطة أو في بعض الأحيان بتكون شديدة جدا ومؤلمة جدا لأصحابها. وأكتر الحالات كمان بنسمع جملة إن الألم مسمع في الكتفين، وأحيانا كمان بيوصل للذراعين، وفي ناس بتحس بتنميل فيهم. عشان كده هنعرف أكتر عن أسباب آلام الرقبة والكتف وطرق الوقاية مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور أحمد رأفت، أخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركة بيكس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. مرض العصر. تمام. يعني مرض العصر، يمكن يعني حضرتك جاي لي النهارده في ميعادي. الام الرقبه والكتف وفعلا ان الموضوع يوصل للتنميل، ده ايه سببه الاساسي؟ تمام. احنا الاول مبدئيا كده لازم نبقى عارفين ان الرقبه مكونه من فقرات راكبه فوق بعض وفيها غضاريف ما بينهم. كل الفقره ليها وضع معين المفروض تكون فيه. فقرات الرقبه بالذات لازم تكون لفوق كده، ده الوضع الصحيح. طبيعي ما حدش فينا بيقعد قاعد باصص لفوق او ان هو قاعد واخد الوضع الصح ده على مدار اليوم. دي حقيقة. معظم اليوم احنا يا على الموبايل يا اما على الكمبيوتر يا قاعدين باصين لتحت بنذاكر ايا كان اللي بنعمله. هنعدل نفسنا برضه دكتور. فهي دي من اهم المشاكل اللي بتحصل، ان الرقبه اصلا بتاخد وضع غلط، فيبدا الغضروف يتحرك من تحت الفقره يضغط على مخرج العصب سواء يمين او شمال. في ناس بيضغط على الاثنين، ده اللي بيبدا يحس بتسميع في الكتف او لحد الدراع حسب الضغط قد ايه على العصب. هي دي اللي بتعمل المشكله. تمام. المشكله الاكبر اساسا كمان ان العضلات كمان بتاعت الترابيزيوس بتبقى خلاص فيري ويك. مع كتر ما احنا عاملين لها ستريتش وموطيين بتبدا تضعف قوي، فبالتالي يبدا يحصل انها كمان تطول اكتر، ودول يبداوا يحصل فيهم شورتنينج او شد اكتر. فياخدوا الرقبه لقدام ولتحت من غير ما انا احس. انا بحس ان انا قاعد طبيعي ومظبوط، وهو لا الواحد عامل كده مش حاسس. ما حدش فينا فعلا بيقعد عامل كده، اللي يعني بيعمل المشكله الرئيسيه. وده ساعات بيعمل صداع من نص الدماغ لغايه تحت، لان الترابيزيوس دي بتبقى شاده قوي وهي اللي بتعمل الصداع ده. فدي من احد المشاكل اللي بتعمل المشكله دي. تاني حاجه الرياضه بقى العنيفه جدا، او ان الواحد يركز قوي في الجيم على عضله الترابيزيوس بس ويبدا يشتغل عليها جامد قوي، فبتبدا تقوى جدا، تبدا تاخد الدماغ لورا جامد قوي ومشدوده. فده برده بيعمل كومبريشن على الفقرات. يبدا يضغط على الديسك يخرج برده يعمل نفس الضغطه فيبدا يسمع في دراعي. كل ده حلوله سهله جدا ومعتمده اكتر على العلاج الطبيعي، وان احنا نشوف الامبالانس فين في العضلات ونحله. وتاني حاجه بقى اهم، ان لازم نكون بنتغذى كويس قبل الحلول. ايه اسباب ده؟ يعني اعمل ايه او ما اعملش عشان ما يجيليش ده من البدايه؟ من البدايه خالص احنا لازم لما نقعد مظبوطين، ظهري مفرود، رقبتي مفروده، واخد الوضع الصح كده. ما ينفعش يكونوا مضمونين لو ده. انا كده انا على طول بقعد كده. هو اصلا الوضع الصح هيوجع، هحس اني تعبانه اصلا. اعمل ايه بقى؟ فعلا بيوجع. انت لو قعدت كده كتير كل يوم مع الوقت مش هيبدا يوجعك، لان المايكرو موسلز اللي ماسكين العمود الفقري ما بيشتغلوش غير في البوزيشن، يعني فعلا. ما بيقوش لوحدهم. ما ينفعش اعمل تمارين تقويه فتقوى، هي تقوى بالوضع ان انا افضل قاعد كده كتير. بعد شويه يبدا خلاص العضلات اللي جنب العمود الفقري هي بتشد لوحدها من غير ما انا احس بيهم. اوكي. انما طول ما انا قاعد كده فطبيعي هم خلاص بيفقدوا وظيفتهم، يبداوا خلاص يبقوا فيري لوس، فطبيعي العمود الفقري يبدا يتني او يحصل له مشاكل ثانيه. ده الاساس. انا عندي سؤال بس يا دكتور. كلنا بنبقى، وانا اللي اعرفه ان فقرات الرقبه دي اضعف حاجة في جسم الإنسان. في حاجة كده كنت شفتها عايزة حضرتك تصححها لي، إن وزن الراس لما بتبقى كده غير لما وزن الراس تبقى كده. ده حقيقي. غير لما وزن الراس تبقى كده. ده حقيقي. فبيزيد الوزن. هل ده كلام مظبوط؟ طب اتكلمنا بقى عشان ده خوفني أصلا. اللي هو كل وضع ليه وزن زيادة على بيحمل أكتر. هو إحنا راسنا وهي في وضعها الطبيعي زي ما اتفقنا العمود الفقري ربنا خلقه لنا فيه كيرف كده بيوزع اللود، فما بيبقاش حاسس بوزن دماغي خالص، وبتبقى العضلات شغالة بكفاءة ما بيبقاش فيه مشكلة. أول لما برمي قدام شوية كده صغيرين، وزن الراس هنا حمل على ايه؟ على العضله نفسها اكتر. أوكي. هي مش قادره تشيل، فبدا الفقرات نفسها هي اللي بتشيل الوزن ده. حوالي 4 كيلو بيزيدوا مع كل درجه ميله. يا نهار ابيض. يعني انت لو وصلت انك موطيه لتحت كده شويه، ده بيبقى حوالي 28 كيلو وزن الدماغ على العضلات، انما هي مش وزنها الحقيقي 28 كيلو. يعني بس هو اللود اللي نازل، لان الليفر ارم زاد تأثير على العضله، فطبيعي بيأثر على الفقرات. يعمل مشكلة أكتر في العظم أكتر من العضلة. العضلة زي ما اتفقنا هتطول. طيب معلش يا دكتور، دلوقتي أنا موبايل عشان أمسكه. أيوه. لازم أعمل كده؟ لا. أعمل الصح إيه؟ إن أنا أرفع الموبايل لفوق. هفضل عاملة كده؟ طب كتفي مش هيوجعني؟ لا، ما هو أنا لازم إيدي تبقى مسنودة، أو إن أنا أبقى كتفي جنبي والموبايل فوق.
ابقى شايف مثلا يبقى مسنود بالظبط كده. انما فكره ان انا اصلا ايدي لما بتتعلق كده لوحدها في الهواء سواء في السواقه او في حاجات كتير ناس بتعملها ده بيأثر على عضله الكتف. بعد شويه يحصل ايه؟ ان هي تشد الرقبه ويبدا يحصل نفس المشكله ان الفقرات برضه تضغط يبدا يحصل ضغط على العصب. في ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. تعليقه الايد مش حلوه. طيب اذا واحده واحده الموبايل ما يتمسكش كده يتمسك كده بالظبط وانا ساند ايدي على حاجه بالظبط ده كده هتلاقي انت حتى لو عملتيها ده تحس انك ايدك مرتاحه مفيش لود زي ما تكوني عامله كده. صحيح مظبوط. السواقه ازاي المفروض ايديا تبقى جنبي والدركسيوني يعني بقى قريب نلزق بقى ما بقاش بعيد قوي ما بقاش راجع بالكرسي وما بقاش قاعد لقدام لازم ابقى قاعد 90 درجه كدا. مفروض وايديا كده كل ما ايديا كوعي يبقى جنبي طول ما الكتف ما عليهوش لود اول ما تطلع لفوق كده الكتف بدا يشتغل. انا فهمت الام الرقبه عندي انا بسوق بايد واحده مبدئيا انا دي ما مش موجوده انا بسوق بركبي انت مش مبدئيا دي وكده دي رقم واحد ان السواقه نفسها برضو عامل في حياتنا بيأثر جدا وبالذات ان احنا بنقعد فترات طويله في السواقه برضو القعده فتره طويله ثابته غلط. الواحد لازم كل ساعه بالكتير يغير وضعه 10 دقائق ده انا كده لان هي فعلا لو واقف بقالي ساعه برضو لازم اقعد 10 دقائق. تغيير الوضع بيدي فرصه للمفصل انه يرتاح. طول ما انا ثابت على نفس الوضع على طول البريشر بوينتس خلاص هي من كتر ما هي حاسه بالبريشر بتبدا تحس بالبين. فده اللي بيعمل المشكله الازليه اللي عندنا كلنا ان احنا بنحس بالوجع هنا. صحيح. والصداع اللي هنا. طيب. ويسمع في الكتف ده والله حضرتك بتقول من الحاجات دي بس ساعات الواحد بيقوم من النوم اصلا كمان عنده الم فظيع في الرقبه وصداع من هنا لغايه هنا دي نومه غلط ما هي دي نومه غلط. أوكي. النوم الصح المفروض ان انا وانا نايم على جنبي ما بقاش راسي واقع ولا راسي لفوق يا دكتور يعني ولا كده الواحد مش هيعرف ايه ولا المخده واطيه. اوكي. تاني حاجه ما ينفعش ان انا اكون واخد راسي لقدام لازم اكون رافع راسي لورا ومفروده كده بالظبط وانا نايم. طب الناس اللي مش بتنام على ظهرها اللي بتنام كده زي على جنبها العيش على وشها على جنبها على وشها ده اصلا غلط ده اصلا غير مريح خالص وبيأثر على النفس كمان وبيأثر على حاجات كتير. لا الوضع الصح للنوم اصلا ان احنا ننام على جنبنا ويكون في مخده ما بين رجلينا كمان عشان نحافظ على ظهرنا على ظهرنا جنب اليمين صح عشان مش ناحيه جنب الشمال جنب اليمين او مش تفرق ده اللي يريحك بس الفكره كلها ان لازم المخده تكون ما بين رجليك لان لما الرجل بتقع بتشد الحوض وبالتالي بتعمل لود على الفقرات القطنيه. والله بيحصل الواحد بيقوم من النوم ظهره وجعه. أيوة. ليه انا ما عملتش حاجه كنت نايمه ان المرتبه ممكن تكون كمان بتاخد وضع الجسم لو بتعمل كده فده مش صح لان العمود الفقري وانت نايمه ساعتها بيبقى واخد تقويسه غلط انت مش حاسه بيها وانت نايمه بتكتشفيها بقى لما تقومي من النوم ان انا ظهري متخشب مش قادر اتحرك. نفس المبدا لما انام على ظهري لازم يكون في مخده تحت رجلي عند ركبي هنا. أوكي. لازم تتحط لان هي طول ما هي مش موجوده طول ما الفراغ ده موجود طول ما الظهر والعضلات الخلفيه شغالين بالظبط فطول ما هم شغالين حتى وانا نايم بيبقوا شغالين معايا اقوم انا حاسس ان انا متخشب ظهري وجعني قوي ده عشان دي شغاله معايا طول الليل ماسكه الركبه. فانا لما بحط المخده تحت رجلي بعمل زي نظام افكت كده للمخ ان هو ريلاكس في حاجه شايله المكان مفيش حاجه هتحصل فيبدا يهدى خالص يبدا كل حاجه تريلاكس. طرق العلاج بقى طرق العلاج اهمها ان احنا لازم نتغذى كويس طبعا ده لازم الغذاء لان كل العضلات والمفاصل محتاجه غذاء. احنا ما بناكلش صح كلنا معظمنا حياتنا كلها معتمده على الفاست فود وما بنشربش ميه بنشرب عصاير وبيبسي ومش عارف ايه ونعتبر ده ميه ده طبعا غلط. كل لما يجي حد يا دكتور يديها رساله ما بنشربش ميه استاذ هند ما بتشربش ميه الميه مهمه جدا ده انت لو حسيتي بالعطش يبقى انت عندك جفاف دي مشكله ما ينفعش اصلا توصلي لمرحله العطش لازم تسبقي الموضوع ده فيفضل ان كل ربع ساعه الواحد ياخد بق ميه. فالغذاء مهم والميه مهمه وطبعا لازم بقى الرياضه نحافظ على الرياضه لعضلاتنا عشان تبقى دايما فليكسبل ودايما فيها قوه تستحمل المجهود اللي انا بعمله. تمام. بالنسبه للغذاء طبعا زي ما اتفقنا ما حدش بيتغذى كويس فبالتالي لازم المكملات الغذائيه تعوض ده لو انا مش هتغذى كويس. ماشي يا دكتور بس المكملات الغذائيه الموجوده معظمها برضو بيبقى فيه مغالاه برضو في الاسعار عشان مش حقيقي. اي حد بيبقى قادر برضو على فكره المكملات الغذائيه. تمام. هي بيكس فارما بقى عملت سلسله من فيتامينز وهي معموله في مصر يعني ارخص من المستورد بكتير جدا في متناول الايد جدا وحاجه امنه جدا ما فيهاش اي مواد كيماويه خالص كلها مواد طبيعيه محتاجينها عشان نحافظ على جسمنا من نقص الفيتامينز دي. أوكي. لان احنا معظمنا ولا بياكل سلطه ولا بياكل فاكهه وهم دول اصل الفيتامينز يعني كل الفيتامينز اللي الجسم محتاجها والغذاء كله بيجي من دول. يعني ايه مكونات المكملات الغذائيه دي بتحتوي على ايه؟ في اربع مكملات غذائيه اهمهم اللي هو الجوينت بيكس اللي هو ده اهم واحد فيهم لان ده معمول للمفاصل والعضل. ده فكرته كلها ان هو مكون من خمس مواد اساسيه الهيلورونيك اسيد والجلوكوزامين والكوندروتين والبرومالين والجينجر
دول كلهم حلوين للبشره والشعر اصلا. لا بس هم موجهين اكتر للجوينت. ما هي في تركيبه كل حاجه ليها تركيبه. يعني مش معنى ان انا خدت كولاجين يبقى هيروح للبشره. صح. او خدت كولاجين هيروح للبشره. يعني ما انا ممكن اكل طبيعي فيه كولاجين بس في نفس الوقت ده مش معناه انه راح للجوينت بتاعي او راح للبشره بتاعتي. جسمي بيوزعه زي ما هو عايز. انما الجوينت بيكس موجه اكتر لفكره المفصل. ده مهم قوي فكره الغضروف عشان كده ما يحصلش خشونه وكده. ماده الكوندروتين والجلوكوزامين دي المواد المكونه اصلا للغضروف اساسا بتاعنا. فانا بدي لجسمي مخزون زياده عشان لما يحصل وير انتير او استهلاك كتير يبدا يبني من المخزون. لانه لو ما عندوش مش هلاقي حاجه يبني بيها. ده اللي هو الجوينت. ايوه. والهيلورونيك اسيد ده المفروض ان هو السائل اصلا اللي موجود جوه المفصل. هو ده الزيت اللي بيخلي الدنيا ما تحتكش وتعمل خشونه. فاحنا حاطينه برده في الكبسول. تمام. البرومالين دي ماده المستخلصه من الاناناس اللي هي مضاد للالتهاب قوي جدا جدا وبيمنع التورم. دي حاجه طبيعيه احنا حاطينها عشان لو في ورم او حاجه. ده لو بنعالج حد لو بنعالج عنده مشكله. والجينجر اخر حاجه ده مسكن طبيعي ربنا خلقه لنا اللي هو بيتحط معاه برده عشان لو في الم. بالظبط. مضاد للالتهاب برده يعتبر بس اكتر مسكن. والبرومالين اكتر مضاد للالتهاب. يعني هما الاثنين بيقوموا بوظائف بعض بس هي لا لما انا لما اقلل الالتهاب احس برده ان مفيش بين. طبعا. بس هو مش مسكن. فاهم. ده بالنسبه للجوينت. ده يعني بناخده ازاي؟ ده حبايتين في اليوم. واحده الصبح واحده بالليل او ممكن الاثنين الصبح لو طبعًا. بتنسي يعني اوكي. تمام. ده بالنسبه للجوينت بيكس وده اهم واحد لان هو ده اللي بيعمل الغضروف وبيبني المفصل. اي حد ممكن ياخده؟ اي حد. يعني ده بالعكس ده هو وقايه افضل من علاج. يعني انا لما اخد دايما يقول لك السبلمنتس او الحاجات بتاعه الغضاريف والعض اللي عنده مشاكل في الكبد اللي عنده مشاكل في المعده ما ياخدهاش عشان دي بتبقى تقيله. لا دي مواد طبيعيه تماما هي منتجه جوه الجسم وامنه وما فيهاش اي مشكله. وفي نفس الوقت برضه احنا في فريق طبي بيتواصل مع المريض بشكل مباشر. انا هجرب يا دكتور. ظبط معايا عينين. عايز اجرب. انا عايزه كورس اجربه. لا انا هجرب. عايزه جوينتي برضه حافظ عليه. تمام. ده مهم جدا طبعا. بقى لو هنتكلم على العظم فاحنا طبيعي كالسيوم ده مهم جدا. فعشان كده هم عملنا السي دي زد بيكس اللي هو ده بقى المفروض كالسيوم سيتريت اللي هي الماده بتاعت الكالسيوم الكيميائيه الامنه للبطن اللي ما بتعملش عسر هضم اللي ما بتتعبش البني ادم خالص. لان في كالسيوم كربونات ده متعب شويه في هضمه. في ناس بتقول لك انا بحس بغثيان او ما بقدرش اكله بتعب منه. فالسيتريت ده اسهل بكتير وامتصاصه سريع. هو ده السي دي زد بيكس. أوكي. ده كالسيوم سيتريت ده موجه ان هو يدينا الكالسيوم اللي احنا ناقصينه في جسمنا عشان نبني بيه العظم. لان طبيعي ربنا خلق لنا فكره ان العظم بيتاكل كل يوم وبيتبني كل يوم. يعني بيتاكل وبيتبني خلايا كل شويه بتتجدد. فانا لو ما عنديش كالسيوم مش هلاقي. يا نهار. فبالتالي لازم يكون عندي مخزون كويس عشان ما اوصلش الهشاشه. بالظبط. لان هو الخوف من الهشاشه. صحيح. طبعا الكالسيوم بقى لو اتكلمنا عنه ما ينفعش نهمل الفيتامين دي لانه من غيره مش هيخش في العظم. فيتامين دي الاساس اللي بيخلي الكالسيوم يبايند مع العظم او يخش جوه العظم. من غيره الجسم بيتخلص خالص من ايه؟ من الكالسيوم لان هو ملوش لازمه بالنسبه له. اوكي. فمشكلتنا كلنا برضو في مصر ان احنا 90% عندنا عندهم نقص. انا واحده من ال 90 دول. ان احنا مش بنتعرض للشمس ومش بناكل كبده بشكل كتير. هي فكره الغذاء هو في فيتامين دي بس قليل قوي عشان اخد النسبه منه بتبقى صعبه شويه. هي احسن وسيله اللي هي الشمس. كبده. ما هي الشمس بس الشمس برضو ليها مواعيد معينه واحنا مش بنكون موجودين فيها. صحيح. وتاني حاجه لازم نعرج جزء كبير من الجسم عشان يتعرض للشمس عشان يمتص فيتامين دي. فدي المشكله. فعشان كده دايما المكملات في فيتامين دي اهم بكتير لان هي دي اللي بتعوضنا عن النقص ده. صح. صعب نجيبه من اي حته تانيه يعني. واخر حاجه بقى اللي هو الالب مالتي فيت. ده بقى مالتي فيتامين عام موجود فيه كل الفيتامينز اللي باقيه سواء مغنيسيوم زنك فيتامين بي للاعصاب كله عشان الواحد يبقى عنده نشاط وتركيز اقوى ويبقى عايش حياته بصحه افضل. يعني هم ثلاث حاجات ولا اربعه. احنا قلنا جوينت ده الاساسي. قلنا الكالسيوم السي دي بيكس اللي هو فيتامين دي والسي دي زد بيكس اللي هو الكالسيوم. فيتامين دي ده نوعين. واخر واحد اللي هو الالب مالتي فيت. ده اللي هو مكمل عام بقى للغذاء في كل الحاجات اللي ناقصه بعد كده. اوكي تمام. حلو قوي. الكورس ده بناخده كله مع بعض؟ كله يفضل يتاخد كله مع بعض زي ما اتفقنا. فيتامين دي مرتبط بالكالسيوم ده كده للعظم. حلو. جوينت بيكس مرتبط بالمفاصل. فطبيعي لما اخده كله على بعض يبقى افضل يعني بكتير. يعني دول حوالي اربعه خمسه كده. هم أربع. كل واحد ثلاث حبات وده حبتين يبقوا خمسه كلهم انتوا. خمسه كلهم. ممكن اخد اربعه الصبح واحده بالليل. بالظبط كده. بس دي الريكومندد ديلي دوز اللي انا محتاجها يوميا. حلو. يعني احنا حاطينها ريكومندد عالميا ان النسبه دي لازم تكون موجوده للبني ادم. طب انا محتاجه اسالك يا دكتور على حاجه مهمه جدا. بالنسبه للنوم الوساده الطبيه. تمام. الوساده الخلوي. حلو. اي حد ممكن يعني كذا حد كذا دكتور يقول لي لا لازم مخده طبيه. حقيقي. معلش ترشح لنا ايه بالظبط؟ يعني هل في انواع معينه؟ هل ليها مواصفات معينه؟ هي المخده الطبيه اللي هي بيبقى فيها موجه كبيره وموجه صغيره في الاخر. دايما لازم يكون فيها الموجتين دول. ليه بقى الموجتين؟ اولا الموجه العاليه دي المفروض وانا نايم على جنبي تبقى الموجه العاليه دي هنا وبتبقى راسي جوه المخده.
اوكي ما بتبقاش راسي على المخده كده، لان انا لو عملت كده ودي فاضيه ده كده لود على العضله دي، فهقوم حاسس ان انا ملوح او مشدود. تمام. فدي الموجه العاليه. الموجه الصغيره دي وانا نايم على ظهري بتبقى هي داخله لغايه هنا ورا، فتخليني اعمل الوضع ده. فده برضو الوضع المريح للرقبه. عشان كده هي فكره نوع بقى معين، مفيش نوع معين، هي اهم حاجه اهم حاجه تبقى الموجتين واخد الموجتين، وما تبقاش طريه، يعني ما تبقاش حاجه اللي هي زي مخده الفندق مثلا كده بتاخد وتدي. لا لازم تكون حاجه ناشفه عشان تعمل ستابلايزيشن للسباين، ما يبقاش حاجه بتروح وتيجي. مع زي ما اتفقنا المرتبه برضو القطن مشكلتها فين؟ ان هي بتاخد تقويس الظهر بعد شويه، فبعد شويه لما انام عليها اقوم تعبان. اوكي. انما المرتبه الطبيه اللي هي الناشفه خالص دي انت بتنام عليها، الناس بتتعب في الاول بس بعد شويه لا بتلاقي ان الام الظهر اختفت تماما. اوكي فاهمه. اصحاب الامراض المزمنه هل يقدروا ان هم ياخدوا الفيتامينز دي او الكويس ده؟ ما فيش اي مشكله خالص، هو امن تماما، وزي ما قلنا كده هي مواد طبيعيه اصلا الجسم بينتجها جواه، فهي احنا ما ادينالوش حاجه من الخارج، لا احنا نفس المواد اللي هو بينتجها احنا اديناها له بكميات كويسه عشان يبقى عنده مخزون يقدر يستخدمه فيقي نفسه من المشكله. او لو هو عنده مشكله فهو يبدا يبني، فالمشكله تبدا تقل تدريجي. طرق التواصل مع حضراتكم؟ الارقام هتبقى موجوده على الشاشه، يتصلوا في فريق طبي ان شاء الله باذن الله يتواصل معاهم وهيشوف كل احتياجاتهم وهيوفر لهم باذن الله. الارقام موجوده اوريدي معانا على الشاشه. تمام. طب دكتور امتى احس ان انا لا انا اللي عندي ده مش هسكت عليه، لازم ابتدي اروح لدكتور وابتدي اشوف حاله رقبتي او كتفي؟ امتى؟ طيب. ايه العلامات كده؟ فكره التسميع دي طالما بدا تحس بتسميع في اي دراع يبقى لازم اروح لدكتور والحق الموضوع بدري، لان دي بدايه غضروف. ففي البدايه العلاج سهل، لو فضلنا قاعدين كتير بيوصل الموضوع ان هو خلاص دراعي بيبقى بينمل خالص او ما بقدرش احركه اصلا، فنبدا نخش في مشكله بقى كبيره ونحتاج نشوف ان احنا هنستأصل الغضروف ولا هنعمل عمليه، والموضوع بيبقى كبير قوي. انما في البدايه كده لما بيبقى بدايه التنميل او بدايه حرقان في كتفي او بقوم مصدع على طول من النوم، يفضل نلجا للدكتور عشان نعرف المشكله فين، ويبقى حلها بالعلاج الطبيعي بسيط وسريع جدا وما بناخدش وقت كبير خالص. بس مش في اي وقت بيبقى بينفع التدخل للعلاج الطبيعي، يعني لازم متهيألي بيبقى بالتصريح من الدكتور. يعني ما هو الدكتور بيشخص وبيدينا التشخيص اللي موجود واحنا بناء عليه بنعالج المنطقه دي. طبعا عشان هو بيبقى عارف انهي ديسك وفي انهي مكان ضاغط على انهي عصب، وبالتالي بيدي برده ادويه. ما هي الادويه برده جزء مهم يعني، بس يعني العلاج الطبيعي مع الادويه هيدينا احسن نتيجه. غير لما اخد الدواء لوحده وعضلاتي بايظه، فطبيعي انا هحس ان انا مرتاح شويه بس انا لسه بايظ. او لما اعمل عضلاتي وانا لسه عندي بين او عندي التهاب وما خدتش الدواء المناسب ليه. فمع بعض ان كومباينيشن ده افضل علاج للمشكله. فاهمة. طيب عايزين برضو نرجع للكورس تاني. الكورس بيختلف من سن لسن؟ بيبقى ليه تركيز معين؟ لا هو دي الريكومندد ديلي دوز المفروض اي حد ياخدها طبيعي. ممكن معلش يا دكتور من غير اقطع كلامك، ممكن حضرتك تعلق لنا على الفيديو اللي احنا شايفينه؟ ده مفصل الركبه اهو، والحته البيضه دي هي الغضروف، واللي اتقطع ده الرباط الصليبي. يا نهار ابيض. تمام. ده بيحصل بسبب ايه؟ ان العضلات بتبقى دايما دايما ضعيفه. فبيبدا يحصل ان يحصل كومبريشن زي ما حصل كده على المفصل، شفت هو نزل ازاي؟ لما نزل كده دي بسبب ان العضله الاماميه بتبقى ضعيفه والخلفيه بتبقى فيها شد، فبالتالي بيحصل الحركه دي. طول ما انا بتحرك بقى بيبدا يحصل ايه؟ تاكل في الغضروف لحد ما يتاكل خالص ويختفي كده. فبالتالي العظم بيبقى خلاص واضح وصريح اهو. هيبدا العظم يحتك ببعضه لما اكمل مشي، تبدا بقى اوصل لمرحله ان في نتوق في العظم وان بدا يحصل خشونه. بدات بقى احس ان انا على طول تعبان، مش قادر اطلع السلم، مش قادر انزل على الرصيف. بيحصل لي مشاكل دي كلها. فبالتالي احنا لما بناخد الجوينت بيكس كوقايه بنمنع اصلا ان احنا نوصل للمرحله دي. بيبقى من البدايه الغضروف بيتاكل شويه وبنلحقه تاني. هنا كده لما شفت هنا خلاص ده كده بقى بيحصل بقى التهابات وحاجات كتير قوي جوه الركبه، انت ما تبقيش قادره اصلا تقومي تقفي عليها. فبالتالي بنوصل لمرحله ان احنا ممكن نغير المفصل الركبه كله. خلاص ما هو مش قادر يقوم، ما هو طبيعي كل عظمه هتخبط طبيعي، خلاص احتكاك قوي جدا. احنا اصلا ما بنستحملوش. يعني احنا كل اللي بيخلينا نمشي وماشيين كويس ان في لوبريكنت جوه اللي هو الهيالورونيك اسيد، وان الغضروف ده موجود فحامي العظمه من الحته دي. اول ما بيختفي خلاص اتاكلت كده هتلاقي الم قوي جدا، ما بقدرش اتحرك، ركبي بتتعلق، مش عارف اطلع السلم. لا هو في حاجه ده مهم، ده انا لازم اخده. فكره طقطقه يعني تبقى مثلا بتوطي او بتصلي او وات ايفر تلاقي في طقطقه كده. الطقطقه دي بدايات خشونه. شكرا. بدايات بس بدايات يعني بعيده شويه، بس هي بدايات معناها ان السائل بدا يقل شويه. اوكي. فبدا يتكون في حته مثلا طول ما انا قاعد كده، فلما اجي اقوم هيروح عشان يرجع ورا يحصل تك. تكتك دي التكتكه دي ده خروج الهواء من المكان اللي كان موجود عشان السائل يرجع تاني. ما نتهونش بقى. نلحق بقى بدري وان احنا نقوي عضلاتنا ونلعب رياضه كويس ونفك العضلات الخلفيه دي عشان نبعد المفصل، ونبدا ناخد المكملات بتاعتنا عشان خاطر نلحق نفسنا ما يحصلناش مشكله. اهميه رياضه مع الفيتامين
المقاومين والاسترتشات كمان يا دكتور؟ يعني يمكن ما حدش فينا قوي بيهتم في فقره التمرين دي بموضوع الاسترتشات ده. هي دي بقى مشكله ثانيه، ان احنا زي ما لسه كنا بنقول اهو، انا دلوقتي العضله الخلفيه دي لو انا بمرنها كويس قوي وعامل عليها تمرين قوي، هي والسمانه هم لما بيشدوا ويقصروا بيحصل ان المفصل بيقرب. انا كل عضله وليها مدى حركي معين لازم اوصل له عشان المفصل يبقى في الوضع الطبيعي بتاعه. في ناس كتير بتروح الجيم تقعد تلعب عضلات لحد ما تلاقي ايده عامله كده وما بيعرفش يفردها للاخر. بالظبط، صح كده؟ ده مش صح. طب ما هو كده اثر على الغضروف بتاع القلبه، وبدا يحس ان هيبدا يحصل له مشاكل بعد كده، ان هو مش عارف ايده يجيبه ورا ظهره. طب ليه يعيش كده؟ مش معنى ان منظر العضله كبير يبقى هو حلو. هو الطبيعي ان الواحد يبقى فت، عضلاته شايلاه وقادره تستحمل المجهود اللي هو بيعمله، وفي نفس الوقت ان هو يبقى مدى الحركه بتاعه كامل للاخر. فالاسترتش مهم قوي انه يتعمل قبل وبعد التمرين. قبل عشان نزود الدوره الدمويه ونهيئ العضله ان هي هتشتغل في لود عالي. بالظبط. وبعد عشان احافظ بقى على المدى الحركي اللي انا اشتغلت فيه وقوتها شويه، فتفضل دايما واخده الوضع الصحيح. بالتالي مش هاثر على مفاصل. احنا للاسف الشديد حلقتنا خلصت، بس عايزك يا دكتور تفكر المشاهدين لو حابين ان هم يتواصلوا مع حضراتكم. هيتواصلوا بالارقام اللي موجوده على الشاشه، وفي فريق طبي مختص هيتواصل معاهم ان شاء الله باذن الله ويفهمهم كل حاجه. حضرتك نورتنا، واكيد هتنورنا في حلقات كتير، لان يعني حدث ولا حرج، ورقبه وقوه وكل حاجه، كل حاجه بايظه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. كان منورنا دكتور احمد رأفت، اخصائي العلاج الطبيعي ومستشار الطبي لشركه فيكس فارما. كل شكر لحضراتكم مشاهدينا، انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله بكرة، هنكون موجودين مع حضراتكم.